من حاجه من العماره صح. هو بيتكلم نقله زيزو لقلب الملعب وده اتاثر بشكل ايجابي، والحته اللي بيقول فيها ان فيريرا بيساهم في تطوير اللاعبين. انا بقول دايما ان من ابرز مزايا فيريرا اللي هي ممكن تكون ظاهره في تطوير اللاعبين ان هو ممكن يزود مستوى لاعب بلاعب تاني. بمعنى ايه؟ ان مستوى زيزو بيبقى افضل في وجود سيد عبد الله. سيد عبد الله هنا اما بيتحرك قبل كده اما زيزو بيدخله في قلب الملعب بعدم وجود لاعب مراوغ بيفتح الجبهه اليمنى زي سيد عبد الله كان ممكن تظهر عندك مشاكل اكتر، ما كنتش تشوف الكويس من زيزو، لان فيريرا في اللحظه دي اللي هو بيستخدم فيها زيزو في قلب الملعب هنا بانت ان هو بيستخدم معاه لاعب تاني مراوغ جيد جدا على الطرف بيقدر يفتح الملعب، هيبقى فيه المساحه الاكتر لزيزو ان يتحرك فيها جوه، اللي هو ايه اللي ترجع تاني لعبد الغني مثلا في استخدامه. الفكره هنا في المدرب اما بيختار تركيبات ما بتظهرش عيوب لعبته. هل عبد الغني لعيب اتخلص من كل العيوب اللي موجوده فيه عشان تنقله من ان هو مساك تلعبه ديفندر؟ لا، العيوب موجوده، ولكن مثلا فيريرا جه في مباراه الاهلي وبقاش يسلم عبد الغني في بونا اللعب في رجله عشان حته انه يستلم الكره ويلف دي هتكون نقطه ضعف، لا بقى يتجنبها وبقى يلعب على الاطراف. فانا اللي بكلمك فيه في النقطه دي ايه؟ ان فيريرا ممكن يجيد جدا ان يعلي مستوى لاعب عن طريق انه ما يظهرش عيوبه. ما يظهرش النقط الضعف اللي عنده، يحطه في ابرز مكان يطلع منه اكتر شيء ايجابي باقل نقاط ضعف. هو باستخدام طريقه اللعب المختلفه باستخدام لعيبه تانية، يعني هو ممكن ما يجيش جنبك، يعني هو ممكن فعلا ما يجيش جنبك انت ويدي تعليمات لزميلك فده ينعكس عليك. فده اللي احنا كنا ممكن نتكلم عليه. انا بقول بس لك انت النهارده في بعض انت فخدت بقى اكتر من يعني اللي هو اكتر من عنصر يعني في نفس الوقت في وبعدين الوقت. في بعض السيناريوهات بتقول لك ان لا ما هو ممكن يستخدم نيمار سيد نيمار مكان اشرف بن شرقي في الحاله دي هتخسر الافضليه اللي انت بتتكلم عليها. وكان ادى نيمار فعلا في مباراه فاركو، على فكره مباراه فاركو اللي الزمالك اتعادل فيها 0-0 سيد عبد الله لعب هو اللي كان بيلعب مكان بن شرقي، كان بيلعب انسايد شمال ويمكن ليه كوره لقطه في المباراه جيده عدى وشاط فيها كانت جايه معانا هنا، ولكن اللي احنا بنتكلم فيها هنا هو بدا يظبط على عدلته اليمين كمان لان سيد مراوغ جيد جدا، ولكن ممكن النقطه ما بعد المراوغه الاولى لسه ما اكتملتش عند سيد اللي هو قراره ما بعد المراوغه الاولى، يعني هو بيعدي ولكن ما بعد ما بيعدي هي لسه دي بقى اللي مش الاكتمال. فالحته ان هو ما بيلعب قريب من زيزو دلوقتي الدنيا بقت قريبه بينه وبين زيزو ده بيزود سيد وبيزود زيزو في نفس الوقت، وخصوصا بقى اللي انا هتكلمك فيها النهارده ينطبق عليها النهارده مع سموحه، ان سموحه عنده الظهير الايسر شريف رضا هو لاعب جيد جدا، يمكن دي اللقطه اللي احنا بتكلمك دي فيها دي كره فاركو اللي انت بتتكلم عليها يعني هو يمكن سيد هنا دي اللقطه الجيده جدا اللي سيد فيها عدى وشاط وليه واحده كمان شاطها جنب ايد صبحي، فهي دي كانت اللقطات اللي بتنبئ ان سيد عبد الله ممكن يتم توظيفه في المكان ده. ولكن زي ما قلنا التركيبه النهارده فيها غيابات اكتر بكتير من ان هي تتلم بلاعب او اتنين، لا هي من كذا نقطه. ليه بقى اللي انا بقوله النهارده ان ممكن سيد عبد الله يفضل مصمم عليه في الجبهه اليمنى هو وزيزو؟ علشان خاطر في مشكله في سموحه في مركز الظهير الايسر. سموحه دي نقطه ضعف دفاعيه يعني في سموحه عنده مشكله ان شريف رضا لاعب جيد ولكن هو لاعب بيلعب بقدمه اليمنى يعني من اللعيبه القليله اللي بتلعب بقدمها اليمنى وبيلعب ظهير ايسر. راجل كان جناح قبل كده وتم توظيفه لغايه لما رسل بيه الحال انه بيلعب كظهير ايسر. تعال اوريك مباراه الاهلي في اول ثلث ساعه، اي لعيب في العالم ابراهيم لو جبت له مثلا ان هو تمت مراوغته عادي يعني مالديني ممكن اجيب لك ليه 20 لقطه بيتراوغ فيها، بس مش اربعه بالطريقه دي في اول إيه؟ انت بتتكلم بص بيخرج من اللعب الكرات دي كلها من الدقيقه 1 للدقيقه 20. فانت بتتكلم هنا عن لاعب سهل مراوغته، وحتى عبد الكبير الوادي لما بيرجع عبد الكبير لاعب كويس جدا هجوميا، ولكن في الشق الدفاعي برده من اللعيبه اللي بتطلع من اللعبه بسهوله ما بتبذلش مجهود عشان تتخطاه. فهو ممكن جدا ان فيريرا يفضل مصمم على وجود سيد عبد الله وزيزو في الجبهه اليمنى علشان يصنع الهجمات منه. عشان كده ممكن التفكير اللي احنا يمكن كتير من الجماهير ممكن يبقى مستغربه باستخدام اوباما في اللحظه دي، هو هنا مش بيستخدم اوباما علشان خاطر ان اوباما هيتميز عنده في مرحله صناعه اللعب، ولكن عشان يفضل محافظ على قوته في الناحيه اليمين وينهي الهجمات باوباما من الناحيه الشمال. اوباما هنا يكمل كمهاجم ثاني مع سيف الجزيري لان الزمالك اما بيفتقد اشرف بيفتقد برضه حل اللاعب اللي بيكمل جوه المنطقه. ومعظم لعيبه الزمالك ما عندهاش الاجريسيف دي على الجون، يعني انت بتتكلم ان شيكابالا مع كل تميزه مش اللاعب اللي بيكملك في كره عرضيه، بنتكلم على زيزو برضه مش من معتادين دخول منطقه الجزاء. هو اميز حد فيها كان بن شرقي يليق اوباما
بيعملها من عمق الملعب. هل اوباما هيقدر يعملها من الناحيه الشمال بشرط عدم المشاركه في بناء اللعب؟ لان لو اوباما شارك في كثيرا من بناء اللعب هتبقى الموضوع صعب جدا. النقطه الثانيه برضو عشان برضو نتكلم في حق سموحه، هو سموحه اذا كان شريف رضا عنده ما عندوش حته التميز الدفاعي قوي، هو راجل مميز هجوميا لانه كان اصلا جناح، ولكن عنده حل هو محمد شكري. الراجل ده لعب مباراه الزمالك الدور الاول وكان جيد جدا دفاعيا، ويمكن ما بيعتمدش عليه في المباراه الاخيره، راجل معار من الاهلي ممكن يرجع ممكن ما يكملش مع سموحه، ولكن محمد شكري من اللعيبه الدفاعيه. لو انت شفت النهارده عبد الحميد بسيوني بادئ بيه ورغم ان هو ما بيشاركش بقاله كتير، تتوقع ان عبد الحميد بسيوني عايز منه حته الالتزام الدفاعي الجيد قدام الجبهه اليمنى لنادي الزمالك.